أهلاً ومرحباً بكم مجدداً طلابي. في هذا المقطع سوف أقدم لكم تلخيصاً مبسطاً حول مادة الأسبوع الخاصة بنا، فلنتابع معاً بتمعن. في مطلع كل أسبوع نتساءل، متى سنفعل خلال هذا الأسبوع؟ والآن سنتعرف إلى الإجابة. في هذه الحصة عزيزي الطالب سوف تتعرف إلى أحد أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة. ولا بد أن تعرف أيضاً أن هناك العديد من أركان الإيمان، كالإيمان بالله والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان باليوم الآخر والرسل وكتب الله تعالى. في الحصة الأولى من درس الإيمان بالملائكة الكرام عليهم السلام سوف تتعرف إلى الفكرة العامة للدرس، وسوف تتعرف إلى أن الملائكة مخلوقات لها صفات معينة ومهام كثيرة، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان. بعد ذلك عزيزي الطالب سوف تتعرف إلى مفهوم الملائكة وأنها خلق من مخلوقات الله تعالى، خلقهم من نور وهم لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وللملائكة الكرام عدة صفات يتميزون بها عن بقية المخلوقات، أنهم خلقوا من نور، لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله تعالى. وعليك خلال هذه الحصة أن تقوم بالتفكير والمقارنة بين صفات الملائكة الكرام، وعليك كذلك أن تسجل ذلك في الأنشطة المرفقة. ثم ننتقل إلى الحصة التالية. في الحصة التالية عزيزي الطالب من درس الإيمان بالملائكة الكرام عليك أن تتعرف إلى أعمال الملائكة، وأنه من أهم أعمالهم عبادة الله تعالى وتنفيذ أوامره، ثم الاستغفار للمؤمنين، وكذلك حفظ الناس مما يضرهم، وبأمر الله تعالى يحدث كل شيء، بعد ذلك تسجيل الأعمال الخاصة بالعباد. ولا بد أن نتعرف إلى بعض الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك، ووظيفة أو العمل المكلف به كل واحد من الملائكة. فمثلا جبريل هو كبير الملائكة وله وظيفة إنزال الرسالة على الأنبياء والرسل بأمر الله عز وجل، لذا سمي برسول الأنبياء. كذلك ميكائيل فهو يعمل على إنزال المطر بإذن الله تعالى. إسرافيل يعمل على النفخ في الصور يوم القيامة. رضوان هو خازن الجنة ومالك خازن النار. بعد ذلك يتعرف الطالب إلى أثر الإيمان بالملائكة الكرام في حياة المسلم، فحين يعلم أن الملائكة تراقب أعماله وتسجلها يكون ذلك سبباً بأن يقوم بالأعمال الصالحة في حياته. ولا بد أن نركز على أن الملائكة هم من جنود الله تعالى، وهم ينفذون أوامره وينصرون المؤمنين بأمر الله تعالى، وعددهم كثير جدا لا يعلمه إلا الله تعالى. ثم ننتقل عزيزي الطالب لاختبار المعلومات وبيان مفهوم الملائكة وصفاتهم وكذلك أثر الإيمان بهم، ثم إلى تقييم الذات الخاص بنا. وهكذا أحبتي نكون قد أنهينا أسبوعاً سعيداً معاً. في نهاية الأمر أتمنى لكم أسبوعاً سعيداً وعطلة ممتعة. إلى اللقاء.